ازيكم يا شباب؟ النهارده هنلعب لعبه جي تي ان انديا. قبل ما نبدا الفيديو عايزين نوصل الفيديو ل 100,000 لايك، 300,000 لايك نخليها عشان يوصل نوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا. اكيد زي كل مره عربيه متواضعه، قصدي العربيه العاديه. البحر ده يركب. الله، عايزين نجرب اكواد. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اي الاكواد عشان اجربها في الفيديو الجاي ان شاء الله. معلش التاخر، جالي ظروف. هنزل لكم كل يوم خميس ان شاء الله باذن الله. انا بحثنا عن اكواد في الانترنت وجالي يعني بيقول لي الكود مثلا 8000. لما اجربه كده واشوف اكواد على الانترنت 8000. ازيكم يا شباب؟ انا هقدر العب جي تي. قبل ما نبدا الفيديو جي نوصل الفيديو ل 100,000 لايك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. طيارة الهليكوبتر. اركب. اي يا لامبورجيني. اكتبوا لي اكواد تات عشان نجربها لو انتوا عارفين يعني اكواد. معلش ما كنتش بصور لكم عشان كانت ظروف، والله ما نفعاني، اسف. اجيب عربيه لامبورجيني ونط من هنا. كان كده كام تقريبا؟ 500. لا دي كانت عربيه اودي. اهي العربية، يلا نركبها. هاجري. لا الناس بيقول يا رحمن يا رحيم. ايه كده؟ ايه دي عربية؟ دي كتير عربية معفنة. عايز سنايبر، عايز سنايبر. يلا بقى الى الله، سفارة الى الله. جيب 800. كتبت 800 مش 8000. تمنمية العربية. ونط بقى من فوق. أيوة أي، ازاي ما اتدمرتش؟ عربية دي قوية ولا سريعة؟ حلوة. أي يلا نخبط. اي يا فين عملت ايه؟ صاحب اللامبورجيني فلوسي حلال، فلوسي حرام شكله. وص ازاي ما تشغليش الطريق يا اللهم اني صائم. وص اللهم اني صائم.
اوعى. أي عايز اروح بيتي. ايه المحل ده؟ كار شاروم شو عاش شاروم؟ لا شاروم، لا اعلم شاروم ايه. هتاخد لها دش اتكل على الله يا عم، الله يهدي. امشي امشي. يا عم بص اجري هسيب لكم رابط اللعبة في الديسكريبشن بوكس. لا اي على بيت على بيت. ايه اخترق الجاذبية ولا هاي دماغي؟ اجيب عربية جديدة وامر لله. اكتبي انا ايه ده 600. العربية حلوة. اي انا مش بلعب اتهني بالعربيات الحمد لله. البيت سريع قوي اختبرت سرعته. المفروض الناس بتقول عليها اسرع لعبة اسرع عربية. وسعه من وشي. يا رب نط سريعة سريعة بالطيارة سريعة قوي. اعمل دفت بقى 1 2 3. هل هرجع للمدينة تاني؟ مش انا بس مش عارف انا رحت فين. تهت في مطار بيقولوا عليه، في طيارة بتقدر تتركب. هجيب موتوسيكلي. ايه في في يبقى 5000 مثلا تسكلي.
مطقم معايا. لا وانا لحقت اتهنى بيه، وانا لحقت اتهنى بيه. ايه اللعبة؟ لا ما مش عايزاني الحق اتهنى بحاجة. هعلمه الادب. خمسة آلاف. أيوة. لعيب اركب، أما إني صائم هتخليني أفطر عليك يا موتوسيكل. اطلع يا حبيبي. أركب منين؟ الموتوسيكل ده مش بيتركب ولا ايه؟ الموتوسيكل مش بيتركب، شوف القرف. لا ورجعت تاني. يا رب يا رب الموتوسيكل يجي ويتركب. عصبني عليه. ايوه ما من الاول. هعمل تاني نفس الحاجة، هزعله. مطار. المطار اهو، فاضل في طيارات. ايربورت. طيارة يمكن. فاضل هرجع اجرب اركب الطيارة دي كده، اتعلم عليها الاول وبعدين اركب الطيارة الكبيرة. حدي هبط بسلام وأمان. تربى فوق خالص. لا تعادل تعادلي تعادلي يا طيارة. قولوا على الرحمن الرحيم. واو اوكي، نكون خلصنا الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وباي.